عندنا أوبتيما 2018 نصف ال هذه سعرها 93. خذ لكم لفة أول شيء، أعطيك مواصفات على السريع أول شيء ثبت الصورة. هذه المواصفات، مكينة 2400، الجنط 17، وفيها تبديل F1. ثبت 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 الصورة عشان تشوف المواصفات على كيفك. طبعا قبل انا مصورة هذه موجودة بعد. صفية الوقود 2400 ومشيك اللتر 13 كيلو والبنزين 91. الداخلية تحكم بدركسون ومثبت سرعة، شاشة صغيرة، مخارج USB OOX وهذا الجير. طبعا سقف بانوراما. فيها ستاير جانبية. جاي مكيف تكاية بالنص، وهذا السقف. فيها أربع حساسات وراء ومخرجين شكمان. مقابل الباب جاي بخط نيكل هنا. وعندنا هذا المفتاح 140. هذه فيها رادار، في نقط عمياء، في بخروج على المسار. بعطيكم مواصفاتها الحين كاملة. جنط 19 كثير من هذه مصورة لكم بالتفصيل. وجميع الفئات، كل أغلب الفئات مصورة. استبات خلفية LED، خطوط LED، أربع حساسات وراء، مخرجين شكمان، GDI اللي هي 290 حصان. ما صرف تقود مكينة 3.3 مشيك اللتر 12 كيلو، دخول ذكي للسواق والراكب. هاي الداخلية المراتب لون بني غامق. معليش اعتذر عن الموسيقى يا شباب. طبعا الانوار الكشافات اللي تحت الاي دي والانوار اللي فوق الكبيرة زنو. بوريكم الحين من داخل. طبعا مواصفات السيارة، انا هذه شارحة قبل اكثر فئة قلت لكم من قبل. هي تجي محركين اللي هو 290 حصان واللي هو 270 حصان. هذه الفل، شوفوا التخشيب جايك لون اسود او رصاصي غامق، وهنا جايك اللي هو بيانو بلاك، وذاك تخزين المراتب، أزرار اللي هو التحكم بالنوافذ، السماعات هارمن كاردن 12 سماعة، عندك النقط العمياء والتخشيب. غريب التحكم بالدركسون يدوي، المفروض انه كهرب، وهذا كرسي كهرب. عندك
عندك المراتب باللون البني المحروق طبلون، فيها الشفتر تبديل، تحكم بالشاشة، زر تحكم بالشاشة وبلوتوث، الرادار مثبت السرعة، والشاشة هذه عندك 8 إنش، وعندك التحكم هنا بالمكيف والشاشة، وعندك يا طول العمر هنا الجيب تبترونك وتسخين وتبريد مراتب والأوتو هود والجرنت كهرباء. وبحط لكم الرابط كامل تشوفونه هنا في مخرج 12 فولت. معليش على الإزعاج. فيها ستاير جانبية طبعا، تخشيب، وفي تحكم خلفي، تحكم خلفي اللي هو بالشاشة بس والمكيف. سقف رمادي، اوريكم الماكينة، هذه الماكينة 3.3 290 حصان جي دي اي.